يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ الأجرة عن الحج عن شخص مع اشتراط مبلغ معين؟ لا تجوز اشتراط الأجرة، هذا يطلب المال، يتخذ الحج وسيلة للمال، وإذا جعلت العبادة وسيلة للمال فهي باطلة. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. إذا كان يحج لأجل الأجرة فلا حج له، أما إذا حج لأجل الحج والعبادة طلب الأجر ونفع أخيه وأخذ مالا يستعين به على الحج فلا مانع. ولهذا قالوا من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج. نعم.